طيب يا شباب، معلش قبل شوية حصلت لنا مشكلة فنية شوية كده في الكهرباء، يعني ان احنا بعدين في السودان يعني، فما في مشكلة. لسه حاليا تقريبا ما في زول جا. ده حيكون مواصلة للكلام اللي انقطع. الحمد لله والله يا ده أخي. الجزء الثاني في مؤسسة الباحثين السودانيين، لقاء مع أستاذ أبو عبيدة بشير، مساعد المدير العام الإدارة العامة للقبول، اليوم 18/7/2018. هيكلمنا بكل ما يختص بالقبول والتقديم في مؤسسات التعليم العالي. فأتفضل أستاذ أبو عبيدة. واصل تقريبا، إحنا وقفنا في التقديم. كان في الأول تكلمنا عن التقديم العام، بعدها تكلمنا عن التقديم الدور الثاني، تقريبا وقفنا فيه، فأنت ممكن تواصل. يعني معلش لازم ممكن تكون الناس خلص فيها استراحة شوية نرجع. التقديم العام حينتهي إن شاء الله يوم 23، بعديه حتعلن نتيجة التقديم إن شاء الله، وتأهل المتأهلون اللي ما ينسبون إليهم المقاعد إن شاء الله. بعديه طوالي يعني في فترة بتتزامن مع إعلان النتيجة فترة التخلي والاستغالة. فترة التخلي والاستغالة وطلب التحويل والالتماس، كل الطلبات اللي ممكن تنطرح للإدارة العامة للقبول بتاخد فترتها. لكن فترة التخلي والاستغالة دي الفترة المهمة اللي احنا أنا حريص إن أدق عليها. أنت يا طالب قدمت لي رغبات، قدمت لي رغبات عشوائية، قدمت لي رغبات بدون انتباه وتركيز. المهم تحصل على تقديمك للرغبات ده، انه انت الانظمه الالكترونيه في الاداره العامه للقبول اهلتك لواحده من مؤسسات التعليم العالي، لكليات او البرامج مؤسسات التعليم العالي المختلفه حكوميه كانت او اهليه. المقعد ده انت تماما ما داير المقعد ده، احرص انه تكمل عمليه التخلي الالكتروني عن المقعد اللي وكلت له في نتيجه القبول الاول. ليه؟ لانه في المقعد اللي انت زاهد منه ده، المقعد اللي انت ما عايزه ده، يعتبر اقصى احلام طالب ثاني منتظر يخشه. امنيته الاولى والاخيره انه يخش المقعد اللي انت زاهد فيه. حرام تقوم تحبس المقعد ده فتره التخلي والاستغاله كلها لحد ما تنتهي وبعدين ما تخش للكليه المعنيه دي. ليه بقول الكلام ده؟ لانه في الفتره بتاعت التخلي والاستغاله اغلب المقاعد اللي بتنطرح في الدور العام الثاني هي نتاج ما تخلى الطلاب عنه من مقاعد في الدور الاول. فتخيل في كليه اعدادك كلها كامله، ما انا ما حاطرح على المنافسه في الدور الثاني لانه ما حقدر اجيب المقاعد، لانه المقاعد اصلا مخططه. لكن واحد انت ده واحد من الطلاب اللي تهدف في المقعد في الكليه اللي اعدادها كامله دي، لو انت تنازلت من مقعدك الواحد ده الإدارة العامة للقبول هتعيد طرح المقعد الوحيد ده للمنافسة الثاني لكل الطلاب السودانيين. أنت شوف أنت فتحت كمية يعني نافذة أمل لكم أسرة بالمقعد اللي أنت ما عايزه ده، فتحت كمية من الأسر أنه والله واحدة من آمالها تخش مقعدك اللي أنت زاهد فيه. فيا أخي عليك الله، رجعوا لأسياد ورجعوا للمستحقين منه زي أنت ما عايزه. وليك حق زي ما يقولوا تطارد مستقبلك في اشكال القبول الثانيه. في نوع ثاني من الطلاب ونوع ثاني من الناس يقول لك يا اخي انا امسك المقعد ده واقوم امشي بيدي الشمال وامشي افتش لي مقعد ثاني اذا لقيت القبل هنا ده واتخلي من المقعد. الكلام ده ما بيمكن، الكلام ده لا اخلاقيا لا اجرائيا لا لائحيا. فترة التخلي فترة التخلي من المقعد وامشي للمقعد الثاني. انتهى القبول الأول أو ظهرت نتيجته، لسه في فترة التخلي والناس مستمرين في فترة التخلي. في ذات اليوم بتاع إعلان يوم إعلان نتيجة القبول بيعلن فتح أنواع قبول ثانية. حينفتح القبول الخاص للجامعات الحكومية، وده يعني اي زول بيقول لكم متوقع نسبه المنافسه للكليه المعنيه حتكون كده، ده بيكون بيبيع لكم السلام والله. اي زول بيقول لكم يا اخي رسوم الكليه المعنيه كده، ده بيكون بيسوي لكم ضرب الاحتمالات.
كل الأدلة المعنية بالقبول الخاص والنسب القبول الخاص النسب اللي حتتنافس على القبول الخاص حتطرح في حينه بعد المؤتمر الصحفي. بعد المؤتمر الصحفي كل اللي بيحدد شكل التنافسية للقبول الخاص مؤسسة التعليم العالي الحكومية كيفين الكلام ده؟ نتاج التنافسية الحاصلة أسي في شكل التقديم الأسي بيتمخض عنها قبول الحد الأدنى أقل مقعد من قبل في الكلية المعنية ده نسخب لنا كيف أنت هتحدد اتجاهاتك للتقديم للقبول الخاص لجامعة الخرطوم، البحر الأحمر، جامعة نوبلة، جامعة سينار، جامعة نيالة، جامعة شرقي كردفان، جامعة جنينة، جامعة الدلن، كل الجامعات دي بتقدم لها القبول الخاص وانت بتتأكد أو بتضيق بتوسع مجالات زي يقولوا مجالات اختياراتك في المؤسسات وفق النتيجة اللي حتطلع. فننتظر النتيجة كلنا وزي ما يقولوا وننتظر بكل أحلامنا لحد ما الدور النتيجة الدور الأول تظهر بعدها نبدأ نخطط لكن ما نستبغى الأحداث. في كثير من الطلاب يقول لك أنا ما عايز أقدم في الدور الأول أنتظر الدور الثاني. في كثير من الطلاب يقول لك يا أخي أنا لو ما قدمت في الدور الأول يحرموني من القبول الخاص. ما في كلام زي ده. قدمت في الدور الأول حتدخل المنافسة حتتحصل المقعد أو ما تتحصل المقعد ده واقع. التقديم والقبول الخاص في الجامعات الحكومية ده شكل تنافس غير. أنت مستوفي لمطلوبات المنافسة للقبول الخاص حتى لو ما قدمت في الدور الأول الآن زي ما بيقولوا الآن إحنا في حضرته بيحق لك تقدم في القبول الخاص. لكن تاني في القبول الخاص في شكل قبول تاني. في قبول أبناء العاملين بمؤسسة التعليم العالي الحكومية. يمكن كثير مننا عارفين انه الكوادر التدريسيه بمؤسسه التعليم العالي ربنا يديهم العافيه من الاساتذه والدكاتره والبروفيسورات قدمت لهم كثير من الاغراءات اللي يبرحوا مقاعدهم في اذاعات مؤسسه التعليم العالي لكن قبضوا على جنب قضيتهم زي ما بيقولوا راهنوا على رسالتهم وقعدوا. التعليم العالي كان نوع من الجميل الجميل ان اولادهم يتنافسوا بما تحصل عليه من درجات يتنافسوا بما تحصل عليه من درجات في قبول يمكن التنافسيه بتاعته للحق والحقيقه احسن من التنافسيه بتاع القبول الخاص العادي. لكن الامتياز اللي بيمنح لابناء العاملين ومش لابناء العاملين للعاملين مؤسسة التعليم العالي انه بدل يدفعوا المبلغ كامل بيدفعوا ربع القيمة نص القيمة حسب ما نصت عليه اللوائح المنظمة. ده نوع من اشكال القبول حيفتح ثاني التقديم للطلاب الوافدين لمؤسسة التعليم العالي السودانية. كل الطلاب الوافدين كل الدول الشقيقة والصديقة الجارة الدول الجارة القريبة والبعيدة شهاداتهم معادل بتعادل تعادل الشهاده الثانويه السودانيه ومؤهلين وفق المواد المؤهله لمؤسسه التعليم العالي باشكال مختلفه بحق لهم يقدموا فتره التقديم المالي. يا جماعه في حاجه مهمه جدا جدا كل اشكال التقديم البيتيم الان والاشكال اللاحقه عبر نافذه واحده. فمن الأحر ومن الأسلم ومن الأأمن أنك تقدم براءة تمشي النافذة البنكية وتسحب استمارتك وتقدم براءة ما توكل زول. من العافية أنك ما توكل زول من مزيد من الثقة أنك ما توكل زول قدم عن نفسك. كل الطلاب حيقدموا بنهاية يوم التقديم حتنسحب الناس المتقدمين كلهم بمختلف رغباتهم تتنقل من سيرفرات لسيرفرات ثانيه وسيرفرات تقوم تعمل فيها العمليه بتاعت الفرز. فبالتالي انت ما محتاج انه زول يقول لك يا اخي انا بقدم لك انا زول برتب لك رغباتك. ما في زول برتب لك رغباتك الا انت، ما في زول حريص على رغباتك الا انت. فيا اخي ما توكل يا ولي الامر عليك الله ما توكل لا مركز لا توكل انا ما ضد المراكز بل ما دام انت عندك منفذ للنت خلي الناس الثانيين اللي ما عندهم منافس ما عندهم مقدره انه يكون عندهم شاشه بتاعت كمبيوتر ما عندهم مقدره يكون عندهم موبايل ذكي يلقوا مساحة على التقديم.
أستاذ أبو عبيدة، يمكن قبل شوية ذكرت التقديم الخاص في الكليات أو الجامعات الحكومية. الناس كثيرة بتسأل بيقولوا إنه هو بيمنحوهم النسبة، يعني كأنك أنت حتنافس حيدوك 10 أو 12 نسبة أنت حتنافس بيها، صحة الكلام ده شنو؟ بيدوك مشكلة كثيرة خلاص ما بيدوك نسبتك، يعني نسبتك الحد الأدنى للقبول. فلنفترض كلية معنية كان الحد الأدنى للقبول بتاعها في السنة دي 90، تخفض الحد الأدنى ده 10 درجات من 90 ل 80. اللائحة قالت كده، كلام اللائحة قالت كده. نحن أنظمتنا كلها مبنية على اللوائح. اللائحة قالت والله في القبول الخاص حتقل نسبة المنافسة الكلية 10 درجات. هتقلل نفسي زادت 10. لا لا ما لا لا نحن إذا بدوك ما بدوك، دي مشكلة هنا. نحن إذا عدلنا الفهم الصغير ده بيكون الشغلة يعني واضحة. إدارة التعليم العالي ما بتدي أي طالب ولا كسري واحد من 1000 فوق درجتك اللي حصلت عليها، لكن بتنزل نسبة المنافسة بتاعت الكلية 10 درجات. واقع الحال بيقول شنو؟ واقع الحال يقول في كثير من الطلاب يقول لك يا فلان بتنزل 10 درجات ممكن ابدا اوكي، لكن في زي قلت لك في طلبه ما بقدموا ذاته في الدور الاول. المنافسه تكون عاليه يعني. المنافسه ما بقدم في الدور الاول بيكون يعني قرا النتيجه بتاعت السنه اللي فاتت انه 97 و93 و7 من 10 وقام جاي 93 و4 من 10. كثيرين والله قاعد يعملوا من وراء التجربه. يقول لك انا ما عايز اقدم، منتظر القبول الخاص. يلا ده منتظر القبول الخاص. فرقه من الدرجه بتاع السنه اللي فاتت 4 من 10. يلا ده الواقع، يكون واحد فرقه نص درجه، ناقص درجه، واحد درجتين. فالتراكم بتاع الفرق بين القبول الخاص والعام ما اظن في السنوات اللي فاتت دي كلها وصل يعني 5 درجات ولا 4 درجات. ما اظن. يا ريت لو كان الاحصاءات معايا كان نوقع بحاجه للناس اكثر من واقع الاحصاءات التراكميه. الاحصاء دائما بيدعين الناس في كثير من الحاجات. فما بده درجه، قفل عليهم انه ما قاعد تدي درجه. حتى يعني الفلسفه بتاعت القبول الخاص دول من ادوار المجتمع المقدم ان تشارك المجتمع في دفع مسيره التعليم العالي بالبلاد. العند والما عنده عشان التعليم العالي يجي قدام. فما لسه بدوك دي عليك الله شيلها. احنا في حضرة مؤسسة الباحثين السودانيين خلاص بينقصوا، خلاص اتفقنا يا استاذ ابو عبيدة. نزيل عليه شوية ما في مشكلة. طيب يا استاذ ابو عبيدة، في ناس يمتحنوا السنين اللي فاتت ويمكن يكونوا جابوا نسب عالية، فديل ممكن يقدموا فيها نوع من التقديم. انت قلت في الاول قلت التقديم الحالي اللي هو الفاتح للناس اللي امتحنوا 2018. طيب انا امتحنت السنة اللي فاتت او اللي قبلها وجبتها نسبة عالية فدار أقدم، ده يعطي نوع من التقديم أنا ممكن أقدم فيه. أي طالب ناجح من 50 من ناجح 5 مواد من 2017 لحد سنة 8 التعليم العالي كان عين عليهم وحريصة إنه ياخذوا نصيبه ويقولوا يطوروا نفسهم إن أرادوا ذلك. يمكن اذا ما خانتني الذاكره في فوق العدد الناجحين العدد المخطط يجاوز ال 50% متعدي زياده. ده التقديم بكام بيكون في الدور الثاني؟ اول ما انتهينا من الدور الاول في الدور الجايين للشهادات القديمه عندنا الشهادات القديمه عندنا ثلاثه منافس، ثلاثه خيارات. انه نقدم لمؤسسه التعليم العالي الاهليه على مستوى البكالوريوس الدبلوم، يقدموا لمستوى الدبلوم للجامعات الحكوميه، يقدموا لمستوى البكالوريوس للتعليم عن بعد. التعليم عن بعد عنده اللائحه الحاكمه والشهاده يكون مضى عليها اقل حاجه 3 سنين حتى الطالب يكون مؤهل. لكن
إذا عايز تدرس تعليما للأهل يحق لك تدرس، وفي ما شاء الله الآن 94 مؤسسة بتأهل لك كل التخصصات، فليك حق تقدم. فيا أخي عندك رغبة إن شاء الله، لو لسه أنت شاب فيها جهز ورقة وجهز شهاداتك، أول ما انتهى التقديم تقدم. لكن يا الله يعينك عافية، كل البلد دي ما حتنال عافية حقيقية إلا لو انتشر زي ما يقولوا مظلة التعليم والمعلمين، لأنه بيدوا خيارات التنمية الحقيقية والتطور الحقيقي. يمكن مثلا دول جاب 90% السنة اللي مضت، وهو علمي وشايل هندسية، ولو كان قدم السنة اللي فاتت كان حيشيلوه مثلا جامعة السودان كلية الهندسة الكهربائية، وهو لظروف ما قدم وما أخذ ما حجز مقعد في الكلية بتاعته. نعم. طيب ده إذا عاوز يقدم حاليا على حسب الكلام اللي أنت قلته وأنا فهمته، ما عنده طريقة ينافس مع القبول العام، عنده طريقة واحدة إنه يقدم في التقديم الخاص، أو ممكن يقدم في الكليات الأهلية. أنا لو قاعد بتذكر كويس إنه نسبة المتقدمين للمتعلمين الشهادة الثانوية سنويا المبالغ بتاعتهم بتزيد من 10 إلى 15 إلى 20%. تخيل في كمية من الطلبة يتأخروا اليوم ما قاعد في المنافسة العامة. أنا ما 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 الميزان صح علي، ما الميزان العدالة بعد الشغلات تكون اختلت شوية. اللائحة طوالي، نرجع للائحة، اللائحة يا جماعة كل لائحة التعليم العالي موضوعها بواسطة أكاديميين، أكاديميين بيراعوا جوانب كثيرة جدا جدا. فالأكاديميين واحدة من جنودهم خدت في البند شروط الأصل ضابط المؤهل القبول البند بقى أن تكون المنافسة للجامعات الحكومية القبول العام بالشهادة الثانوية نجاح ومتحصل عليها من نفس العام. يلا الباب ده كده انقفل، ما ندخل في باب تفاوض. ان رعب المشرع في المجلس القومي للتعليم العالي انه الخيار ده ينفتح، ها بيكون في انه مبرراته ومسبباته بتحويل الخيار ده. احنا في الاداره العامه لو كل مؤسسات التعليم العالي منفذين، اداره التعليم العالي منفذين لتشريعات المشرعين في المجلس القومي للتعليم العالي، اكيد يروا يروا او يغرروا كل ما من شانه عافيه التعليم العالي في السودان. لكن الآن مؤسسة التعليم العالي الأهلية عبر ما واحدة ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة، عبرت تماما وبقت تزاحم جامعات الصف الأول بدون ذكر، عشان ما جامعة تزعل مننا لأن ما ذكرنا اسمها. والله كل جامعة مؤسسة التعليم العالي الحكومية والأهلية السودانية الآن بنقولها بخشم ملان، يعني بفم ملان، والله بخير وعافية بتخرج كوادر. وما بنقول بتخرج كوادر بنتذكر وضف الله، السلام عليكم ورحمه وضف الله، خريج البحر الاحمر دفع الله، مش انا وضف الله، ابا بكر حسين، الشاب الصممين موقع التقديم الالكتروني لوسائل التعليم العالي، خريج جامعه القضارف، يعني اشراقات، يعني ما جامعات ولايه الخرطوم، خريج ولايه الخرطوم شفت الاشراقات جايه من وين؟ من الولايات وفي السنة دي من الحاجات في مهرجان في دورة مسابقة الجامعات الثقافية والعلمية، إننا شاب من جامعة كردفان، يا ريت مؤسسة الباحثين تصبر فينا، إننا شاب ينفذنا تجربة تفجير قنبلة كهرومغناطيسية، ما شاء الله أولادنا قاعدين ينتجوا، وزي ما يقولوا الخامات السودانيه اثبتت جدواها وجدوى مؤسساتها في الولايات المختلفه. قدموا ما يا شباب، قدموا في جامعاتهم، طاردوا احلامكم في التخصص، طاردوا المؤسسات اللي بتدي التخصص، مع احترام لكل مؤسسه تقدير لكل مؤسسات، لكن انت الليله لو بكل نجاتك زي ما يقولوا وعند الزكاة بتاع زكاءاتك الكثيرة، ما زكاة واحد، لأنه نسبة الزكاة الواحد بذاته عفى عليها الزمن، بقت مجموعة بتاع الزكاءات بتطور جامعتك، بترفع جامعتك. الليلة جامعة الجزيرة ما شاء الله كثير من الجامعات بدأت تعبر، بدأت تنافس
صوته في تصنيفات العالميه بدا يظهر، جامعات الاهليه ماشيه في تصنيفات العالميه تظهر. دي بتظهر بشنو؟ بجهود اساتذتها، جهود طلابها، جهود المجتمع المحيط بالحاجات. ف بنمشي لقدام كلنا مع بعض. شهادتك الثانويه ربنا يقولوا لكل اقدار الله فينا خير يعني. ما قدمت السنه اللي فاتت، عندك مساحه تقدم وسائل التعليم الاهلي. زي يقولوا طارق مستقبلك وطارق حلمك القديم. طيب يا استاذ ابو عبيده، قبل ما نبدا نشوف الاجابه بتاعت الناس اللي سالوها دي، بتتيح لنا فرصه انه نسالك من ثلاثه حاجات. السؤال الاول الماستر. في الفتره الاخيره حقيقه بيقول في ناس كثيرين بيسالوا انه وزاره التعليم العالي اصدرت لوائح انه انت لو عاوز تعمل ماستر لازم يكون عندك دبلوم عالي او تكون متخرج بالدرجه الاولى. فعاوزك تفصل لي في الموضوع ده. الحاجة الثانية ممكن هي مفهوم متعلقة بالشهادة السودانية. في ناس قبل فترة كانوا بيقولوا أنا امتحنتها وعندي مادة ما نجحت فيها، مثلا نقول اللغة العربية، فكان في فرصة إنه ممكن يمشوا يمتحنوا المادة دي مثلا زي إزالة الرسوب، وبعد ذلك إذا نجحوا فيها يبقى عندهم شهادة نظيفة وبعد ذلك ممكن يقدموا بها يعني. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة التصعيد. إذا واحد من الشباب درس دبلوم وعاوز يصعد للبكالوريوس، برضو تقريبا وزارة التعليم العالي أصدرت لوائح بخصوص الموضوع ده. فممكن تبدأ لنا من الشهادة الغير نظيفة دي وبعدين تجاوب. أبدأ بالترتيب. تمام. أبدأ بالترتيب. عشان ما هنايا عشان ما يصعدون شغلانية. تجمع زي ما قلنا وسط الحاجات الكثيره. يا انس الدراسات العليا عندنا لوائح صدرت من 2013 وتحدثت في 2017، دي خلينا نخليها في مقابله ثانيه وفي جلسه ثانيه. احنا الليله عايزين بقدر الامكان نسوق زي ما قلنا نقدم اكبر كميه من التوعيه واللوائح لاولادنا المتقدمين الليله، وعشان زي ما بيقولوا يتحصل على اكبر قدر من المعلومات اللي بتعينه في انه يقدموا لمؤسسة التعليم العالي المختلفه. اول حاجه القبول للبكالوريوس بسبع مواد المواهب، الاربعه الاساسيه ثلاثه المواهب. اي من شباب سقط من اي من المواد عنده خيارين، في خيار في خيار كثير والله العظيم، الى انه يقدم نحو دبلومات التقنيه. دبلومات التقنيه الليل الان يعني كثير من التخصصات بتطلب الدبلومات التقنيه بتطلبها بصوره يعني كثيره جدا جدا، فممكن يقدم نحو الدبلومه التقنيه. الدبلوم التقني شرطه النجاح في خمسه مواد، وهو الشرط بالاضافه للشرط الخاص بالتخصص المعني. فاذا قدمت الدبلوم التقني انت شايل ماده ان شاء الله بتلقى مكانتك في المجتمع، بتلقى فرصه انك بتوفر بها مستقبل جيد. لكن مرحب بكل الناس اللي عايزين يواصلوا مسيرتهم في ياهلوا نفسهم نحو البكالوريوس. البكالوريوس وما فوق بحول الدبلوم، لكن في حاجه الشرط المؤهل للدبلوم، الشرط المنظم لقبول الدبلوم يختلف تماما على الشرط المنظم لقبول البكالوريوس. البكالوريوس من سبع مواد مؤهله، الدبلوم من خمسه مواد. ف اي من الطلاب رغب في انه يجسر لمستوى البكالوريوس لابد ان يكون مستوفي مطلوبات منه، مطلوبات التكسير وضوابط التكسير. عايز القى لكم في اللائحه عشان اقولها، لان كثير في كثير من الناس رايح اليوم كثير جدا ضوابط التكسير. ضوابط التكسير في اللائحه في البند 25 الفصل السادس، يتم القبول لمؤسسات التعليم العالي بنظام التكسير وفق الشروط التاليه: لا تتجاوز نسبه الطلاب المقبولين للتكسير 25% من عدد المخطط للكليه والتخصص المعني، ويجب ان تتوافر
فيه الشروط الآتية: النجاح في الشهادة الثانوية وما يعادلها، النجاح في المواد المؤهلة للقبول في برنامج البكالوريوس المعني في العام المعني. يبيعي لما قدم الدبلوم كان شايل طالب شايل له مادة ولا مادتين في الشهادة الثانوية، يعني ناجح في ثلاثة في خمسة مواد أو ستة مواد، خمسة مواد مؤهلة للدبلوم ودرس الدبلوم. أول ما فكر يجسر نحو البكالوريوس طوالي يكون دخل نفسه في جزء من اللائحة تاني المختص بطلاب البكالوريوس والمؤهلين للبكالوريوس، لابد أن ينجح في المواد المؤهلة للقبول لبرنامج البكالوريوس المعني في العام المعني. يعني مثلا المشرع في التعليم العالي خط البكالوريوس بتاع الهندسة خط له شروط معينة، بعد فترة غير الشروط بتاعت البكالوريوس دي. لما انت تقدم للبكالوريوس في سنتك الخشبة الدبلوم انت مؤهل له هتتأهل له. في ناس في سنة 90 كان مواده ست مواد او قبل 90 ست مواد، فمهم من العدالة انه انا احاكمه في القبول بسبع مواد. فالمشرع كان انتبه للحتة دي وقال في العام المعني شرط المؤهل في العام المعني. من الشروط الثانية المهمة نفس السؤال الثاني له استيفاء شروط المواد المؤهلة للقبول نحو البكالوريوس في شهادة ثانوية واحدة برقم جلوس واحد وفي تاريخ واحد. فبالتالي قصة أنا أمتحن المادة برا ولا أنظف برا ولا أنا، إن رأى المشرع في وزارة التربية والتعليم العام إنه ينتهج نهجي للرتوب زي ما كان في أزمان سابقة، إنه ممكن الواحد يمتحن امتحان الربعة ويخش به الجامعة، نظم المشرع الحاجة دي في وزارة التربية والتعليم العام واعتمدت كمخرجات الشهادة في وزارة التعليم العالي فلا ضير. لكن إلى ذلك الحين المواد المؤهلة للشهادة لمستوى البكالوريوس السبعة يكون الطالب مستوفيه في فترة امتحان واحدة ورغم جلوس واحدة. يقبل التيسير لحمل الدبلوم سنتين في مستوى الثاني من برنامج البكالوريوس، ويقبل حمل الدبلوم الثلاثة سنوات في المستوى الثالث من برنامج البكالوريوس كحد أقصى. في شروط ثانية، بيجوز لقبول حمل درجة التقدير امتياز أو الدرجة الأولى للتجسيد بعد عام من تخرجهم. بعد عام من تخرجهم كثير من الطلاب أول ما يتخرج يقول لك أنا عايز أجسر. هنا سؤال يعني بنسأل الطالب، أنت تخرجت اليوم وحتى التخرج ده الطالب يعتبر متخرج من الجامعة أو حاصل على الدرجة العلمية إلى حين في بعد إجازة شهادته من المجلس العلمي في الجامعة المعنية. يعني أنت امتحنت الامتحانات النهائية في شهر واحد، المجلس بتاع السنة مجلس الجامعة المجلس العلمي في الجامعة ما ينعقد إلا شهر ستة، بانعقاد المجلس العلمي أنت تعتبر خريج، خريج دبلوم، خريج بكالوريوس، خريج ماجستير، خريج دكتوراه. في تاريخ انعقاد المجلس العلمي أنت بعد منحت الدرجة قانونا. من تاريخ انعقاد المجلس العلمي اللائحة قالت شنو؟ اللائحة قالت بعد الزول اللي تحصل على دبلوم امتياز او الدرجه الاولى يحق له يقدم للتجسير بعد مضي عام دراسي من حصوله على الشهاده بتاعته بعد تخرجه. ويجوز لقبول حامل الدبلوم بتقدير جيد جدا او الدرجه الثانيه القسم الاول للتجسير بعد عامين من تخرجه. ويجوز قبول الدبلوم تقدير جيد او الدرجه الثانيه القسم الثاني للتجسيد بعد اربع سنوات من تخرجه. ويجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير مقبول او الدرجه الثالثه للتجسيد بعد خمس سنوات من تخرجه. هنا اللائحه حددت سنواتك اللي انت ممكن تجسر فيها، ودي بنقولها. في كثير من الطلاب يقول لك يا اخي ما نمشي الجامعه دي، والله واحد قريب من واحد صاحبنا ممكن يعالج لنا المشكله بتاع السنوات دي ويشوفوا لنا الاستثناء عشان يا جماعه ما في نص
لائحة واضح، الاتحاد فيه مشكلة كبيرة خلاص. أي وعد يتعارض مع اللائحة بيبقى وعد يعني واهي، ما عنده صيغة نمشي عليها. لو كملنا أصول ضوابط التفسير بنلقى إنه يسمح لطلاب الشهادة الثانوية قسم الأحياء الحاصلين على دبلوم الهندسة التفسيري بكالوريوس الهندسة بعد استفهام شروط التفسير، وفي حاجة مهمة يا أخي والله أنا عايز أقول فيها، في كثير من الطلاب اللي درسوا دبلومات الأسنان، دبلومات الصيدلة، دبلومات الطب البطني، اللائحة كان كلام واضح ما في تفسير للدبلومات دي والبكالوريوس، الكليات الطبية والكليات، فبيعملوا شنو؟ كثير من الطلاب وبيقى عدد كثير جدا جدا بيشيل شهادته بتاع الدبلوم مشاركة خارج مشاركة برا السودان وتحصل على البكالوريوس. حصلت على البكالوريوس جاي رايح السودان قابلك لجنة تقييم الشهادات الأجنبية بالدار العام للقبول، ما في بلد بتتبع اللوائح وفي بتتعارض مع اللوائح، فما منع في التفسير بالداخل اذا جسرت بالخارج وجيت داخل برضه لينا ما حد غور لك شهاداتك، يكون عندك انت شهادات هاي درستها وفق نظام تعليمي في بلد ثانيه، لكن اذا عايز تيجي تستخدمها في اسبانيا اللائحه قالت لا هنا داخل السودان، بالتالي اذا درستها في اي بلد برا الدنيا وجيت تدعم داخل السودان اللائحه تقول لك معلش وما حنقدر نقوم لك. فيا ريت الناس ينتبه للنقطة دي. طيب يا أستاذ أبو عبيدة، كويس أنت ذكرت حاملية الشهادات العلمية. مثلا زول يكون يتخرج مختبرات طبية وعاوز يجي يدرس مثلا طب من الأول، فده تقريبا عنده نظام خاص بيبدأ من سنة ثانية أو ثالثة. هي اللوائح اللي كنت تقول شنو؟ اللائحة فيها كلام جميل سمح الله يا أخي. لما قلت هذه لائحة أنا زي ما بقول الفقرة 24 قبل حول الدريات العلميه هي الفقره بتاعت العمل المؤجل، انه يجوز لحمل الدريات العلميه انه يقدم تخصصات ثانيه وتكون الشهاده الجامعيه للطالب المتقدم السفلي لشروط قبول الكليه والتخصص المعني، انه انت الشهاده المتحصل عليها مستوفيه، يعني ما ممكن تجيب لي انت خريج اداب لغات تقول لي انا عايز اجسر في كليه الطب، يكون في 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 تجانس ما بين تخصصك المتحول ليه والتخصص الاخر. او يعني يكون مستوفي للشروط المتقدمين للتعليم العالي الحكوميه عليهم استيفاء حد الادنى للقبول على جبهه خاصه للكليه او التخصص المعني في السنه المعنيه. كيف الكلام ده؟ احنا عندنا قبولين، القبول العام والقبول الخاص، القبول الخاص حتى تذكر قلنا بالنقد السنه. ايوه العشرة اللي حد لان القبول للنفرة الخاصة في الكلية المعنية مستوفيهم في الجامعة الحكومية بعد ده ممكن انت تجسر اذا انت استوفيت النقطة دي. التجسير دائما بيكون بعد السنة الأولى، يعني مش القبول حمل الدرجات العلمية بيكون عادة بعد السنة الأولى كحد يعني، وفي اغلبه بيكون دائما في السنة الثانية. اما المتقدمين للجامعات الاهليه برضه استيفائهم الحد الادنى للقبول الكليه في او استيفاء النسبه المحدده للقبول، وعاده نوع القبول ده ما بيتعدى له 10% من العدد المخطط في الكليه. الليله الطالب المقدم لو نسبه ما حلتك للتخصص اللي انت بتحلم به اقرا تخصص قريب منه، اقرا تخصص بيشبهه، اقرا تخصص ممكن بعدين يكون لك معين انك تكمل في دور حول الدرجات العلميه. يا انس لو ما هنا يا ريت نمشي لاسئله. نمشي لاسئله في اللايف الاول نجاوب عليها وبعد ذلك نجي للجزء الثاني ان شاء الله. وعليكم السلام نسيبه عبد الله. والمتد الرد عليه الاستاذ ابو عبيده، لدينا مشكله في التقديم الالكتروني الشهادات العلميه بتصهر مثلا جامعه الجمال زي جامعه كليات الدكتور الاحمد. بنقول له يا اخي ما اظن في مشكله،
في السيستم، واغلب اي طالب حس انه في مشكله يتصل في مركز الاستجابه الدعم 25/11. 25/11 يتواصل مع الموظفين ان شاء الله بيحلوا له مشكلته. بيسالني ناهد بيقول لي انا اذا انا عندي رغبه في كليه واحده فقط اذا لم يتم قبولي هل ساقدم في القبول الخاص؟ لكن انا مضطر اكتب 10 رغبات واخشى ان يتم قبولي في اي منها، ماذا افعل؟ كيف اعرف رسم القبول الخاص في كليات جامعه الخرطوم؟ ده الكلام اللي بيتذكر قلناه قبل شويه، انه اي زول حيقول لك نسبه رسوم القبول الخاصه وشكل المنافسه للقبول الخاص السنه دي حتكون كده، يكون يديك معلومات ما عندها اي اساس، فبننتظر نتيجه القبول الخاص. اما الرغبات المشارك في التعليم العالي راعى كثير من الجوانب الاكاديميه وحدد 10 رغبات، حدد 10 رغبات. بالنسبه لل 10 رغبات دي والله فيها كثير من العافيه والخير، يعني عشان العدد كثير من الطلاب بيصرروا على الرغبه الواحده بيفقدوا خيارات كثيره وبتكون لهم مشكله. اما اذا انت قدمتي وما زلت مصره على رغبتك الواحده يا ناهد عثمان عيسى وقدمت ال10 رغبات وقبلوه، عندك خيار التخلي متاح قدامك اول ما اعلنت النتيجه وما قبلوك في كليتك ومصر على الكليه دي انك تقدمي لها في النفقه الخاصه وده حقك، اول ما اعلن فتره التخلي تتخلي من مقعدك وتقدمي في القبول الجامعات الحكوميه على النفقه الخاصه. بالنسبه لطلاب الاجي بيتكلم على صديق درار طلاب الاجي عندهم الكوتا بتاعتهم ان شاء الله، هم نتيجتهم في العاده بتطلع يوم 14 ل 16 8 عندهم حصتهم في الكوتا موجوده وحيتنافسوا عليها في وقتهم. للطلاب السودانيين الدارسين خارج السودان على الشهادات الانجليزيه والاجنبيه الاخرى عندهم كوتا محجوزه اصلا للمنافسه العامه، عندهم قاعد محجوزه للمنافسه الخاصه للجامعات الحكوميه، عندهم مساحه تقدم مؤسسه التعليم العالي الاهليه، يعني مساحتهم الحمد لله متاح حقهم محفوظ وان شاء الله ما يشيلهم. بس كل بنحشمه ان شاء الله ان نتيجتهم اللي حتطلع يوم 14/8 دي تكون كما ينبغي. انا قاعد اقول لهم مع الشباب الصغار بقول لهم انتوا عايزين تخشوا جامعه بتحبوها والتخصص بتحبوه، بس ساعدونا بال 7 اي ستار، لانه الدرجه في مثلا في الاي جي مبنيه بالاي ستار، فاذا جابوا لنا 7 اي ستار بنكون احنا ماشيين كويس. متى تظهر نتيجه القبول؟ ده محمد الريح نتيجه القبول بعد القبول يقفل ان شاء الله ابوابه يوم 23. بتخضع الرغبات كنت كلها للمنافسه الالكترونيه والترشيح والانتخاب الالكتروني، وان شاء الله حتصار في اقرب وقت. ايوه هو قال بعد اسبوع او 10 يوم بالكثير، يعني بعد يوم 23 ان شاء الله. بعد يوم 23 وان شاء الله حيعلن في مؤتمر، بيدعو له كل وسائط الاعلام وبيدعو له كل مدراء الجامعات. يعني زي ما قبل كان قلت دي واحده من احتفاليات وزاره التعليم العالي اعلان نتيجه القبول. مهاد محمد قالت اذا سحب طالب استماره هل ممكن يقدم في رغبات الجامعات على النخبه الخاصه؟ مهاد دي والله سالتني لحته معينه جميله جدا جدا. يا جماعه في الاستماره دي حنقدم الجامعات على النخبه الخاصه، المقصود بها الجامعات الاهليه والخاصه على النخبه الخاصه. يحق لك تقدم في الاستماره دي الجامعات الاهليه والخاصه والاجنبيه على النفقة الخاصة، بيحق لك تقدم فيها، بتقدم للجامعات الحكومية في المنافسة العامة الحكومية، الدبلومات للجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية بيحق لك تقدم فيها، في ثلاثة أشكال تقديم في الاستمارة الحالية دي، فيا مهاد قدمي لجامعاتك من جامعة أفريقيا العالمية لأحدث جامعة تأسست السنة دي أو كلية تأسست السنة دي. في
منو يا الله اشياء نور، نور عبد الرحمن بيسال او هو بيجاوب، ودي دي من الحاجات السمحه نحن في المجتمع السوداني انه بنكمل بعض. سالت برح غصي قالت لو في زول عنده السنه اللي فاتت وعاوز يقدم بيها يعمل شنو؟ رد لها قال لها قدم في الشوارع الخاصه. يعني مرات اللي جاب اللي نحن بنتبرع بها دي ونحن ما واصلين منها بتضل الزول. فيا اخي عليك الله قبل ما تتبرع تجاوب يا نور عبد الرحمن، نور عبد الرحمن او اي من الطلبه او من اللصيقين بالمجتمع السوداني. نحن مجتمع اصلا متكافل في اي شيء. عليك الله تتاكد من المعلومه دي، لانه معلومتك دي بتاثر بها مستقبل طالب واسره ومجتمع كامل. الزول اللي عنده شهاده بتاعت السنه اللي فاتت بيحق له يقدم في اشكال القبول الجايه. اشكال القبول الجايه ايش؟ القبول لمؤسسات التعليم الاهلي والخاصه والاجنبيه، القبول للدبلومات بالجامعات الاهليه والحكوميه، القبول للتعليم عن بعد باستيفائي شخص 3 سنوات من تاريخ الحصول على الشهاده. شواغر التعليم الاهلي بيفتح مع القبول الخاص بعد اعلان النتيجه. يا نور عبد الرحمن في نور بيسالني سؤال بيقولوه كثير من الطلاب، يعني في كثير من الجامعات، قال لي يا استاذ ابو عبيده حبيت اسال هل الرباط صح سمعتك ما زي زمان الجامعه ومستواها نزل وانسحب انسحبت رخصته الطبيه. وجاء يا نور عبد الرحمن تبينوا مرات الحديث بيقول قال له في ما بيدخل الجنه، قال له ان قلت حاجه ما فيه بهدته، ان قلت حاجه فيه هنا مين. ده على مستوى الافراد لسلامه المجتمع. الاسلام جميل جدا لسلامه المؤسسات. يعني احنا بنلقي قول كثير على العوام، والله جامعه الرياض من الجامعات في التعليم العالي بنسميها جامعه الصف الاول ان جازت التسميه. ده بيظهر لنا شنو من تفضيل الطلاب ودرجات الطلاب المتقدمين لها من الكادر المميز في جامعه الرياض. فيا نور عبد الرحمن ما اظن زي ما بيقولوا تعليقك زي ما بيقولوا لامس ولو بعيدا من الحقيقه. جامعه الرباط بخير ودي يمكن بينعكس لنا من شكل التقديم. ما قاعد جامعه الرباط بيكون فيها الشواغل اللي بنلقاها في مؤسسات ثانيه. زيزي عثمان قالت لي ليه نسب الكليات دي تزيد او بتنقص؟ لشنو؟ اذا النسبه مثلا 88 وقدمت لكليه نسبتي 88 واحد من 10 وقدمت لكليه 8 بنسبه 88 كيف اعرف حاخشها؟ لا انت حتعرف حاخشها، لا انا عارف حاخشها، لا انا سجل جنبي عارف حاخشها، ولا وزير التعليم العالي عارف حاخشها، ولا مدير الاداره العام عارف انك حتخشيها الكليه دي. ليش؟ لانه قرار نسبه الكليه دي مربوط برغباتكم انتم يا عزيزي عثمان. كل الطلبه بعد ما يقدم دول سيستم وينقفل رغباته من 23 بعد ده بتخضع الرغبات للمنافسه. في كليه نسبتها بترتفع في السماء، في كليه نسبتها كده حتى في تفضيلاتهم انتم اللي بتحددوا الكيرف بتاع الكليات داخل الكليات والجامعات في مؤسسه التعليم العالي في على مستوى السودان حكوميه كانت او اهليه. فننتظر وتنتظري وينتظر انس وينتظر كل اللي عندنا في مؤسسه الباحثين السودانيين نتيجه تقديم نور، تقديم زيزي عثمان، وان شاء الله ناكل الحلاوه بتاعت دخولي في الكليه اللي عايزاها جوا مؤسسه الباحثين السودانيين. ففي غفران محمد بيسلم علينا، الله يسلمك يا غفران. يا ليه قالت يا ريت نعرف في التقديم الاهلي لو الطالب مستوفي نسبه مطلوبه للكليه والجامعه محدده وراغب فيها.
حسب الموقع هو مضطر يملأ 10 رغبات، كيف يكون التعامل مع النقطة دي؟ هل يضعها رغبة أولى ولا الترتيب يكون حسب أدنى نسبة مسموح بها تنازليا في ضع حسب الترتيب النسبة؟ وهل في عدد مقاعد محددة ولا المنافسة بتكون بناء على شنو في الجامعات الأهلية؟ وجزاكم الله خير، وجزاك الله خير للسؤال السامي يا أبو كرام. 10 رغبات جميلة تكلمنا عنها، لكن النظام برضه تكلمنا عنه، قلنا بيدخلك المنافسة بالرغبات تنازليا، الرغبة الأولى بيخضع على المنافسة، إن تأهلت للرغبة بيسقط الرغبات البعدية، إن ما تأهلت بينزل الرغبة البعدية. فنفترض إنك أنت كتبت الرغبة دي، السيستم سمح لك تكتب الرغبة دي بس، وكانت التنافسية بتاعتك عالية، التنافسية الكلية عالية، وأنت نسبتك فلنفترض 88 زي حق الزيزي، 88 واحد من 10، والتنافسية وصلت الحد الأدنى للكلية الأهلية اللي أنت عايز المقعد فيها ل 88 2 من 10، أنت ما كتبت غيرها، هيكون الحصل شنو؟ حصل إنك فقدت خيارات كثيرة ممكن كانت تضيق جوا الاستمارة. عشان كده الحتة بتاعت 10 درجات دي عافية أكتر من إن بي 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 ممكن تعرضك لضغط نفسي في اختيار الكلية. بنمشي لقدام. هل يا استاذ لازم اقدم في القبول الاول ده مع العلم انه فرصتي في القبول الثاني او الخاص اكبر؟ ده عصام حاتم اللي هو فهمت سؤاله، بيسالني برضه ريت في ريت، بيقول لي في استاذ يعني سمعت انه درجات تقديم الخاصه 7 درجات بدل 10. بقول له يا ريت فريش ارجع للائحه، واللائحه مثبته في الموقع بتاع التقديم الالكتروني، اللائحه بتنافى مع الكلام اللي انت بتقول له. التقديم للولايات الاقل نموا القبول بيكون كيف؟ ده سؤال ميسا صديق، يا ميسا صديق، القبول للولايات الاقل نموا فلنفترض مثلا طب جامعه الجزيره، طب جامعه الجزيره نفترض برضه مثلا مقاعدها 200 مقعد العدد المخطط، المنافسة بيحكم العدد المخطط للكلية المعنية، العدد المخطط للكلية المعنية في لجان علمية حريصة على إنه تحدد العدد المخطط للكلية المعنية. العدد المخطط ده بيراعوا فيه المدخلات، بيراعوا فيه المعامل، بيراعوا فيه السعة بتاعت الغاعات، بيراعوا فيه كثير من الحاجات، بموجبها بتحدد ان الكليه دي ممكن يكون عددها 200، الكليه دي يكون عددها 250، الكليه دي يكون عددها 40. الاعداد المخططه دي بتحكم شكل المنافسه، الطلاب بتنافس في عدد مخطط، عدد محدد من المقاعد وهم اعداد كبيره، الاعداد الكبيره بترفع المنافسه. نرجع للقبول الولايه، اذا كان جامعه الجزيره 200 طالب، الطلاب الذين درسوا كل المراحل التعليمية بولاية الجزيرة ويمتحنوا الشهادة الثانوية من ولاية الجزيرة، يحق لهم يقدموا للمنافسة القبول الولايي، يحق لهم يقدموا لشنو؟ لمنافسة القبول الولايي. بل اللائحة قالت كلام حلو، ممكن تنزل نسبة القبول الولايي من الحد الأدنى للقبول العام 10 درجات، زي ال10 درجات بتاعت الخاصة اللي بيقولها اللي قال لي ناس كبيرك بيدوه درجات، ما بيدوه في القبول الولايي درجات. كثير من بنمشي الولايات بيقولوا يا اخي والله قالوا في القبول الولايه بيدوه 7 درجات، لا والله قالوا في القبول الولايه في ولايه ثانيه قال بيدوه 12 درجه. التعليم العالي ما بيديك درجه فوق درجه. ده ما تحصلت عليه باي شكل من الاشكال، اذا قدمت قبول خاص او قدمت قبول ولايه ما بيديك ولا واحد من مليون فوق درجتك اللي تحصلت عليها. لكن بنقص نسبة المنافسة بتاعت الكلية ل 10 درجات وفق ما نصت عليه اللائحة. ده من الحاجات الحق ينتبه ليها. لكن ال 10 درجات دي والله باب عافية. يا أخي قدم لي واحد طب الجزيرة المنافس الولايي، الاثنين طب الجزيرة المنافس العام، صيدلة الجزيرة منافسة ولاية، صيدلة منافسة عام. يعني النظام بيديك مساحة تقدم لطب الجزيرة رغبتين، الرغبة الأولى طب الجزيرة منافسة عامة، الرغبة الثانية طب الجزيرة منافسة ولائية، والرغبة الأولى منافسة ولائية، الرغبة الثانية منافسة عامة.
عشان تعظم حظوظك. نحن الكلام ده كله بنقول شنو؟ عشان تعظم احتمالات قبولك في الجامعه. في كثير من الطلاب يقول لك انا اختار الحكومي كله بعدين اختار الولايه. انا ما عايز اتدخل في شكل ترتيب الرغبات، لكن حاول انتبه للتكتيكات بتاعت التقديم. عشان ليه؟ انا بقول انتبه للتكتيكات بعدين السيستم مبني انه حيختار الرغبه الاولى حياهلك لها، الرغبه اللي بعديها حياهلك لها، الرغبه اللي بعديها. يعني ممكن انت تكون اقصى هناك تخش طب الجزيره، قمت اخذت طب الجزيره نمره واحد وخطيت بعد المنافسه العامه في جامعات ثانيه ونمره 10 اخذت المنافسه الولايه لطب الجزيره. السيستم اخذ الرغبه الاولى ما شالك المنافسه كانت عاليه، نزل الجامعات اللي بعديها وشالك في رغبه، في حين نسبتك كانت ممكن تاهلك للولايه. وكثير من الطلاب بيجي الواحد زي ما بيقولوا الحرقه كانت له انه يا اخي انا كان نسبتي بتدخلني ولايه. نص الرغبات جنب بعض كده انت بتكون عظمت حظوظك في المنافسه الولائيه. المنافسه الولائيه باب خير يا جماعه عليكم الله، كليه او تخصص موجود في جامعه داخل ولايتك والله خير وعافيه كثيره جدا تقدر تقراه، وده ما بيمنع انه الناس تطارد احلامها في مكان ثاني في كل الجامعات السودانيه. نشوف الاسئله اللي احنا ما تعرضنا لها في الكلام بتاعنا لانه تقريبا السراجات. كان عندنا اسئله في البث الثانيه. انت يا انس كان فتشت معايا الاسئله لانه مرت موبايلك الصغير واختار انت الاسئله. لا انت هنا شوف وانا ادريك في الجزء الثاني كان بدينا تقريبا احنا كل الاسئله مرينا عليها لكن جاوبنا عليها. لكن في سهير عثمان، هل لطلاب الشهاده البريطانيه مجال في التقديم العام علما بان نتيجتهم ما طلعت؟ الكلام ده يمكن قلنا لك انه عندهم مقاعدهم في المنافسه العامه محدوده اليوم، حيتنافسوا ان شاء الله في يوم 14/8 حتصدر فيه نتيجتهم، حتكون الانظمه كلها جاهزه ومنتظرهم عشان يقدموا رغباتهم ويتاهلوا يقولوا في المنافسه. منافسه يعني ان شاء الله تحقق لهم رغباتهم. يا جماعة لو في سؤال نحن ما سألناه في النهاية يقولنا ليه. حقيقة والله أنا جد حريص إنه أساعد كثير من الطلاب يخشوا. يعني والله إذا يقولوا اثنين بيفرحوا بيك إنك أنت تنجح. واحد هنا يا أستاذ أبو بيدا. أنا أستاذك، أنا ممكن نحن واحد من الناس اللي حريصين إنه أنت تنجح وتلقى مقعدك جامعة. بقترح اقتراح، قال لو امكن مكتب القبول العام لو عمل ورشه عمل لموظفين القبول في الجامعات الاهليه تكون عملته خير. مرحب مجاهد. ايوه مجاهد فريد. مجاهد فريد والاداره عمل القبول الحمد لله وشكر لله. السنه اللي فاتت مرقت ايام تدريب من الاداره العامه للقبول حسبناها حساب، يعني لانه خبرنا بالطرق البريه. الاتيام ممكن قطعت والله 7000 كيلومتر داخل السودان، من اقصى الجنينه لاقصى البحر الاحمر ومن اقصى بنقله لاقصى نيل الازرق. حرصت انه تقعد مع مكاتب الشؤون العلميه والموظفين المسجلين بالكليات، بس كل ما من شانه انه يكون الكوادر الاداريه داخل في الكليات والشؤون العلميه انه يكونوا ملمين باخر تفاصيل التحديثات في اللوائح وغيره. يمكن السنه دي برضو كل الجامعات الاهليه، يمكن السواد اللازم للجامعات الاهليه متمركزه في ولايه خرطوم. اي مكتب شؤون علميه بجامعات الأمريكية ولا تخافون أخذوا دورات الحمد لله، وأخذوا زي ما يقولوا شاركونا في ورش. وممكن لا يمكن يا ريت لو كان في من الشؤون العلمية قاعدين بجامعات الأمريكية يقول لكم نحن متواصلين على مدار 24 ساعة. يعني غيرنا ذات العلاقة بيننا وبين مقدسون علمية في الجامعات، حتى العلاقة بقت تسمى بعلاقة الشركاء. الشركاء في القبول بيبقوا تاج، البنوك السودانية شركاء، وزارة الاتصالات شركاء، المزودين خدمات الانترنت شركاء، مراكز التقديم الالكتروني شركاء.
بيكون حريصين من كل الشركاء دي تحصل على المعلومه الصحيحه عن اسس وضوابط القبول، الاجراءات اللائحيه والضوابط الفنيه، كل الحاجات دي عشان شنو؟ نعظم فرص الطلاب في انه يلقوا مقاعدهم في مؤسسات التعليم العالي الحكوميه والاهليه، لانهم هم كل التنميه، كل المستقبل البرجاء والسودان حيرجعوا للشباب الداخلين السنه دي والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها. استاذ ابو ميدا، في واحد بيسال قال بالنسبه للحامليه الشهادات الاجنبيه او اللي امتحنوا شهادات اجنبيه او بريطانيه بالتحديد، فبكون عندهم مشكله في ماده اللغه العربيه، فهل دول بدهم ماده بديل او بيتم احفاظهم او كيف؟ لا يحبوا شنو؟ يا ريت كان شفت اسمك كان يتكلم معه واخرت، لكن اقول له ارجع للائحه. في كثير من الاسئله بس ما بعرف انا ذاتي قاعد اعملها. والله يا جماعه نحن ما قاعدين نقرا اللوائح، ما قاعدين نقرا الارشادات. اللائحه بتقول شنو في 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 فيما يلي الشهادات؟ ايوه اسمه عاصم حاتم. عاصم حاتم، اللائحه بتقول شنو فيما يلي الشهادات الاجنبيه؟ النجاح خمسة مواد المؤهل إضافة لمادتين في الشهادة الإنجليزية، نجاح في الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والإنجليزية، زائد أحسن مادتين. أحسن مادتين ما سمتهم اللائحة، لكن لو رجعنا في الجداول في نهاية اللائحة حددت المواد المؤهلة للقبول مؤسسة التعليم العالي السودانية. أحسن مادتين من المواد المؤهلة المذكوره في اللائحه تحت في نهايه في الجداول الجدول الواحد اعتقد. في عدد من الـ من الـ من الـ من الـ المواد المؤهله ممكن نذكر فيها ان شاء الله لو كانت قريبه مني. المواد المؤهله للقبول ذكرت اللائحه، في زول دخل عليه التليفون، اللي هي اللهم صل على الشهادات الأجنبية. المواد المؤهلة التربية الإسلامية أو المسيحية أو التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة العربية العامة، اللغة العربية الخاصة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الرياضيات الأساسية والمتخصصة، علوم الحاسوب، العلوم الهندسية، العلوم التجارية، كل يعني في عدد من المواد المؤهلة لو الناس رجعت ليها تلقاها في آخر اللائحة. دي هي الممكن يمتحن منها طالب الشهادة الأجنبية، لكن الأساس لقبوله مثلا شهادة الأجنبية، يمكن أغلب الناس شهادة الأجنبية مهندسين كثير جدا من الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات واللغة الإنجليزية زي احسن مادتين انذكر ده. يلا في 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 ايريات مختلفه للبريتش كونسل او للمجالس الثقافيه البريطانيه اللي هي المظله اللي يتم عبرها منح الشهادات، شهادات كامبيوتر العالميه. مثلا في السعوديه هي الطلاب يتحصلوا على درجه الاوليفل من 10 سنوات، من جريدتين بتحصل على الاوليفل. في السودان الاوليفل بتحصلوا عليه من جريد 11. الكلام ده نحن بنقوله أيه، اي سيستم تعليمي عنده شرطه، لكن اللائحه الاول قبيل قال شو النجاح في الشهاده الثانويه وما يعادلها، يعادلها في المحتوى، يعادلها في عدد السنوات، يعادلها في طريقه الامتحان، يعادلها في كل المكونات اللي بتحكم الشهاده الثانويه. ده بيسوق لي حاجة، ودي كثير بتحصل في الشهادات الإنجليزية، إنه في طالب بيمتحن مادتين في امتحان يناير، يمتحن مادتين في امتحان في جون، يمتحن مادتين في امتحان أكتوبر عشان يتم السبع مواد. هاي هو نجح. الشرط العام للشهادة الإنجليزية نجح، ممكن يكون مؤهل للدخول في أنظمة تعليم عالي في دول كثيرة. لكن هنا في السودان الشرط المنظم للقبول لمؤسسه التعليم العالي السودانيه قال نجاح في الشهاده السودانيه وما يعادلها، ما يعادلها انه يمتحن السبع مواد المؤهله في فتره امتحان واحده، ما يعادلها يمتحن السبع مواد في بيرغمبيلوس واحد، ما يعادلها
ينجح في السبع مواد في فترة امتحان واحدة. فكونه أنت امتحنت في عدد من السنوات، إحنا ما بنقول لك ما ناجح لأنه تصل الشهادة وعنده أسس وضابطة، لكن عشان تكون مؤهل لمؤسسة التعليم العالي السوداني للجامعات الحكومية والأهلية السودانية لابد أن تكون شهادتك مطابقة مع منه؟ مع متطلبات الشهادة الثانوية السودانية. تمام، تقريبا ثاني ما في أي سؤال من الأسئلة اللي كتبت. طبعا الكلام ده نحن تقريبا اللايف الثاني ده الساعة الثانية، فأنا من قبل كنت بكتب وحأدي ملخص كده لكل الحاجات اللي كانت اتكتبت. برجع بقول حالة وبذكر بها، يا ريت كل الطلاب يحاولوا يقدموا براهم، يقدموا بموبايلز، يقدموا ويعاونوا بعض في التقديم. لكن ما في واحد يسلب دراسته كليا يكتب رغبات في ورقه ويقول لي زول هاك لي رغباتي، لانه ما في زول حريص على رغباتك الا انت، ما في زول حريص على رغباتك وترتيبه الا انت. فينتبه للحته دي. بقول للطلاب نحن عندنا والله منصات السوشيال ميديا قاعدين نشتغل فيها، ودي واحدة منهم، لكن حسيت بغبش في أي معلومة حتى نحن قلناها في الإغالة ده، سكن تسلم زي ما بقول. استغل معلومة حسيت فيها بغبش دي من المصدر الأساسي المتحلل، الموقع الرسمي للإدارة العامة للقبول بلوائح المنظمة المنشورة، بالمواد المؤهلة المنشورة، بالكليات المنشورة. قدر ما أنت استندت على معلومتك اللي هي من الموقع الرسمي للإدارة العامة للقبول، ما أظني هتعاني من حاجة. ركز على الموقع وتسلم والله العظيم. آخر سؤال يا أستاذ أبو بيدا، يمكن نختم به، التحويل بالنسبة في الجامعات الحكومية. مثلا أنا درست السنة الأولى في جامعة السودان وخلصت سنة أولى، السنة الثانية عاوز أحول لجامعة الخرطوم. لوائح التعليم العالي بتقول شنو في بخصوص التحويل؟ وبرضه في الجامعات الخاصة أعتقد ما في مشكلة، لكن كلها بتكون في الجامعات الحكومية. التحويل نوعين، ودي والله شكرا على السؤال ده. شكرا كثير جدا جدا، لأنه فيه مشاكل كثيرة. خلاص، التحويل نوعين، تحويل في السنة الأولى، تحويل بعد السنة الأولى. كثير من الطلاب يقبل في السنة الأولى يقول لك يا أخي والله أنا مشيت الكلية وحولوني، مشيت لفلان حيقول لي حيحولني. التحويل في السنة الأولى اللائحة قالت كلام واضح إنه بيتم عبر الإدارة العامة للقبول، عندهم كثير من الشروط. يقدم الطلب للتحويل، اللجنة بتاعت التحويل في الفترة بتاعت التحويلات والتخلي والاستغلالات اللي قبلها قلناها، يتم التحويل في ضوابط معينة، استيفاء نسبة القبول المفاضل للكلية والتخصص المتحول له، وجود مقاعد شاغلة في الكلية والتخصص المتحول له، وجود للجنة القبول، اللجنة الأكاديمية القيمة على الإدارة العامة للقبول اللي فوق الإمبريلا بتاعت الإدارة العامة للقبول زي ما بقول، إنها تضع أي شروط إضافية أخرى لازمة للتحويل. داخل التحويل بعد السنة الأولى يجوز أو يتم تحويل الطالب من مؤسسة إلى أخرى بعد السنة الأولى وفق عدد من الضوابط. واحدة من الضوابط دي إحضار التفاصيل، تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول إليها، المحول من المؤسسة المحول منها للمؤسسة المحول إليها، لكن تفاصيل الدراسة لازم تكون موثقة من الإدارة العامة للقبول. أن يكون الطالب ناجح في كل المواد. الطالب يكون شنو؟ ناجح في كل المواد حيحول الامتحان في السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة حسب السنة الغرب، يتحول بعدها من مؤسسة لمؤسسة ثانية أو من جامعة لجامعة ثانية. وفي حاجة مهمة جدا، في كثير من الطلاب يبدو يتوصلوا من سنة ثانية يتوصلوا من سنة ثالثة يقول لك يا أخي أنا عايز حول لي واحد من مؤسسة التعليم العالي. طوالي يا أخي أرجع للائحة، يا أخي اللائحة قالت طالب المفصول لا يحق له التحويل لأي مؤسسة، بالتالي حكومية أو حكومية أو خاصة.
ربح طريقة تحويل. بالتالي ما اذا انت فصلت اكاديميا فكر ارجع ادي المسارك من الاول امشي. والليله الطالب المتعسر وخدت الخيار ده في راسك تفكر تماما انه ما الخيار ده حيكون متاح قدامك لانه اللائحه حقك له تماما. من الحاجات المهمه جدا جدا في التحويل للمتحول من كليه لكليه تكون مستوفي نسبه القبول في السنه المعاديه للكليه. يعني مثلا 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 انا قبلوني في جامعه الف وكان نسبه القبول في الكليه المعنيه 70% او 70%. متحول لكليه ثانيه في جامعه ثانيه نقول الجامعه ب كان نسبه القبول لذات الكليه 85%. جامعات الاهليه طوالي لا في الجامعات الحكوميه من استوفيت شرط القبول العام تحولت ان ما استوفيت شرط القبول العام بنرجع طوالي للحد الادنى في القبول الخاص. وافقت الجامعه وكان عندها اعداد مخططه في القبول الخاص شواغل في اعداد مخططه في القبول الخاص وعايز اقدم على القبول الخاص بيحق لك تقدم ويحولوا لك. لكن شرط شهادتك تكون موثقه تكون ناجح كل المواد ما شايل اي ملاحق. وفي كثير من الطلاب وكثير من اولياء الامور يقول لك يا اخي حينظف في الجامعه الثانيه اللائحه قالت لا تكون ناجح في كل المواد. بالتالي انت بتعبر ونحن بنعبر والحاجه كلها بتكون في السير. فان شاء الله ان شاء الله ما يحتاج طالب من الطلاب في مؤسسه التعليم العالي يبدا المسار من اوله. ما يحتاج طالب نفتش كيف ينظف إزالة الرسوم. والتحويل إن شاء الله خيار من الخيارات المتاحة في اللائحة المنظمة للقبول مؤسسة التعليم العالي. طيب يا أستاذ عبيدة كلمة أخيرة، يمكن الليلة طولنا عليك وقعدناك في الدوام لحد صلاة المغرب، فنسمح لك بكلمة أخيرة تفضل بها علينا. يمكن والله نحن زي ما بيقولوا يعني صحوي نقول لك احفيدين انه قعدناك معانا لحد صلاه المغرب، لكن الطوارئ في اداره القبول، اداره التقديم الالكتروني، بوزاره التعليم العالي، موسم التقديم لوزاره التعليم العالي فتره طوارئ قصوى جدا جدا. لو طوفنا بالخمر وخشينا المكاتب بتلقى تقريبا كل الناس قاعدين، كل الموظفين ما كلهم جل الموظفين موجودين في الوزاره. بتلقى في مركز الاستجابه والدعم عندنا 3 فرق شغاله على مدار 24 ساعه. عندنا في تغطيه المعلومات في فرق قاعده على مدار 24 ساعه. في وزاره التعليم العالي في الاداره العامه للقبول عندنا فرق بتقعد تحدي ساعات متاخره جدا جدا من الليل. دي كلها عشان نضمن سلامه التقديم، سهوله التقديم، نوفر كل المعينات الدعم الفني والتوعوي. فوق لده عندنا صفحه التقديم الالكتروني يا جماعه، صفحه غيمين عليها اكثر من 29 مشرف منتظرين اسئلتكم عشان يجاوبوا عليها، منتظرين استفساراتكم بالتلفونات عشان يجاوبوا لكم عليها، يقدم لكم كل الدعم الممكن، كل الاستشارات الممكنه عشان انتوا كطلاب او زوي الطلاب انه تلقوا المعلومه السليمه اللي بدعين الطالب واسرته انه يختاروا الاختيار الحقيقي. وان شاء الله ان شاء الله كل البيوت تفرح ونفرح معاها، كل الجامعات تزدهي وتفتح ابوابها ومنتظره اعمال جديده ودماء جديده لعروض. كل مؤسسه التعليم العالي وزي ما بيقولوا اكسجين جديد، دم جديد في كل اوصال وزاره التعليم العالي. بترحب بكم بكل طاقمها من قياده البروف سمير كشو ربنا يديها العافيه، لكل الطاقم العامل الله يديك التعليم العالي. بقول لكم مرحبتين بكم وربنا يعيننا ويوفقكم ويفرح حالكم بكم. الله يديك العافيه استاذ ابو عبيده، ما قصرت. ويمكن بعد ده مفروض ثاني ما نزلت، لكن سؤال جاء وتقريبا واحد قال الا تجاوبوني يعني في التقديم الولايه في مستندات بترفق مع التقديم ولا بعد التقديم انك انت درست في الولايه المعنيه؟ المستندات السؤال سمح، المستندات المؤيده انه انت طالب درست كل المراحل في ولايه سابقا كان بيطلب
انه يرفع مع الاستماره الالكترونيه القديمه الزمان. لكن الان اللائحه تركت التاكد من اقامه الطالب جوا الولايه لامانه الشؤون العلميه بالجامعات. يعني احنا بنأهل وفق زي ما بيقولوا حزم، كل ولايه عندها حزم من نظام البنوس بتحدد انه انت دارس فيها ولايه. يعني ما ممكن تقول يا اخي انا ما رفعت ورق ممكن انا اقدم في ولايه البحر الاحمر لانه ولايه البحر الاحمر دي فيها طب سمح او هندسه مدنيه سمح. لا معلش، بعد ما يقبلوك هناك الولايه نظام البنوس بيحدد ولايتك، تقدم ولايتك في نظام البنوس بتاعك، وان شاء الله جوا الجامعه بيتم التأكد. بيتم التأكد. تمام، الله يديك العافية أستاذ أبو عبيدة، ما قصرت. ويمكن أنا حعمل ملخص كده لكل الحاجات اللي ذكرناها في اللايف من الأول اللي قطع واللايف الثاني. طيب، أول حاجة عدد الرغبات، أقل حاجة لازم يكون 10 رغبات، حتى ولو أنت عاوز تقدم في رغبة واحدة ما عاوز الباقيات، عشان السيستم يمشي معاك وتمشي للخطوه اللي بعديها في التقديم لازم تقدم 10 اقل حاجه. انت ممكن تقدم الرغبه الاولى بتاعتك وتقدم الرغبات الثانيه، اذا رغبتك ما شالوك فيها شالوك في رغبه ثانيه ممكن بعد ما النتيجه تظهر تمشي تقدم استقالتك وتيجي تقدم في التقديم الثاني اللي هو التقديم الخاص في الجامعات الحكوميه. طيب، التقديم اخر يوم يوم 23 اللي هو يوم الاثنين الجاي. النتيجة بتظهر بعد أسبوع أو 10 يوم بعد التقديم، يكفل يعني بعد يوم 23 أسبوع أو أقصاه 10 يوم. الناس التقديم هنا عندهم ممكن نقول خط ساخن اللي هو 25/11، في أي وقت أنت ممكن تتصل عليه، هو شغالين 24 ساعة. إذا عندك أي استفسار، إذا عندك أي معلومة عايز تتأكد منها ممكن تتصل عليهم. التقديم الخاص بيفتح في التقديم الخاص في الجامعات الحكومية بيفتح بعد نتيجة القبول العام تظهر، طوالي حيكون في استمارات جديدة تمشي الناس تسحب من البنوك وتقدم بها في التقديم التقديم الخاص في الجامعات الحكومية. الشهادات العربية بتنافسوا فيما بينهم، يعني أي زول قرأ مثلا شهادة سعودية مثلا كلية الطب جامعة الخرطوم عندهم مقعدين أو مقعد لناس الشهادة العربية ناس السعودية أو الشهادة العربية عموما، يعني يكون عندهم مقعدهم مقعدين هم بيتنافسوا فيهم. أي زول عاوز يقدم هو شهادة عربية مفروض بعد ما يقدم يجيب الشهادة بتاعته هنا لناس أو مركز التقديم وتوثيق الشهادات عشان يطابقوا الشهادة بتاعته ويتأكدوا منها. دي لكل الشهادات العربية عاد السعودية، ناس السعودية هناك في السفارة قدروا يتوصلوا للحاجة دي. فأي دول مقدم شهادة عربية من غير السعودية لازم يجيب الشهادة بتاعته الأصل عشان يطابقوها هنا. التقديم الولاي، التقديم الولاي أنت درست في جام في مثلا نقول ولاية الجزيرة، عندهم في التقديم باعتبار أنك أنت الولايات الأقل نموا، مثلا الطب الجزيرة ب 92 نقول، انت درست في ولايه الجزيره وعاوز تقدم، فانت ما جايب 92 لكن الاستاذ ابو عبيده قبل شويه قال نسبه القبول في التقديم الولاي بتنزل حتى 10 نسب، يعني انت جايب 82 ممكن تقدم في التقديم الولاي لولايه الجزيره، ما مطلوب منك اي مستندات حاليا في التقديم. بعد ما انت تقدم بعدين ناس الجامعه من رقم جلوسك بيتاكدوا انك انت فعلا درست في ولايه الجزيره وهم بيقدروا يتاكدوا انك انت اصلا من ولايه الجزيره. تقريبا دي اهم الاسئله اللي جات، والناس بيسالوا يعني انا دار خاص جامعه الخرطوم بكم، في الدليل مكتوب فيه الخاص بكم، يعني انا لو قلت لك حامشي افتش لك، اول زول بتسال ده حيمشي يفتش لك، فاعتقد انه ببساطه جدا انت ممكن تمشي تشوف القبول وتشوف القروش بكم. الحاجه الاخيره النسبه المكتوبه، يعني مثلا جامعة الخرطوم طب الخرطوم 93.7، دي هي ما نسبة القبول الحقيقي، دي هي آخر نسبة السنة اللي فاتت قدموا ليها أو شالوا بها. مثلا قدموا عندهم 100 مقعد جامعة الخرطوم كلية الطب، أقل زول شالوه السنة اللي فاتت من 100 ديل نسبته كانت 93.7، المرة دي عندهم 100 مقعد حيقدموا ناس، الناس ديل ممكن يكون أقل واحد جايب 94، ف
فاكيد انت ذاتك جايب 93.7 وكنت متاكد انهم حيشيلوك باعتبار انه دي نسبه السنه اللي فاتت، دي ممكن تكون حاجه ما حقيقيه يعني، ممكن ما يشيلوك. فدي بتعتمد على كميه الناس المقدمه او النسب بتاعتهم، دي هي اللي بتحدد نسبه القبول بتكون كم. والله من وراء الغصب، وشكرا لكم، ونتمنى انه كنا افدناكم. ولو اي زول عنده سؤال نحن ما جاوبنا له ممكن يكتب في اللايف، وبعدين انا برجع بجاوب على كل الناس بقدر الحاجات اللي انا عرفتها يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.